ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أنهت مختلف الأجهزة الأمنية بمدينة الرباط اليوم الخميس استعداداتها لتنظيم وتأمين فعاليات مهرجان موازين إقاعة العالم الذي ينطلق رسميا مساء غد الجمعة، وخصصت المديرية العامة للأمن الوطني وكذا المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وإدارة الدرك الملكي وكذا مديرية الدراسات والمستندات لاجيد مواردها البشرية واللوجستية لتأمين الدورة 18 من المهرجان، بالإضافة إلى مشاركة القوات المساعدة وكذا جهاز الوقاية المدنية. كما تشارك فرق أمنية خاصة تابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية لتكون مستعدة للتدخل في عمليات نوعية بمحيط منصة سويسي، فيما جرى تعزيز الاحتياطات الأمنية بوحدة للمراقبة عبر كاميرات مثبتة بكافة أرجاء المنطقة. وفي السياق ذاته، مصادر بولاية الأمن أكدت أن عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني رفقة ياسين المنصوري مدير لاجيد قد اطلع في زيارة ميدانية بوقت سابق على آخر الترتيبات التي تقودها مختلف الأجهزة المشاركة في العملية وكذا مدى جاهزيتها. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.